السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج. الفيديو اليوم راح نشرح شخصية أليسيا ونشوف شو أفضل جير لها وشو أفضل كومبو، لأنه هي بصراحة من الشخصيات اللي لازم تعمل كومبو معين مشان تعمل أكبر عدد ممكن من الدمج. بخلينا نبلش. حابب اتشكر يوفر جيم على الدعم، موقع محترف وامن يقدم جميع الخدمات المتعلقه في لعبه سولو ليفلينج الرايس، من حسابات جديده وشحن باقات وحتى تطبيق حسابات، تقدر تحصل على اي شخصيه وسلاح بدك اياه، عندهم فريق مختص بكل شيء تحتاجه. اذا كنت مهتم ارجو الضغط على الرابط بالوصف لتعرف كل خدماتهم واستخدم كود عباد للحصول على 5%. طبعا اول شيء بالنسبه للسكيلات تبعها، والسكيل اللي بتعمل ووتر دامج، هذا هو الدمج تبعها اذا ليفلت ليفل 4، وهي نفس الشيء الكور اتاك جدا مهم اللي هو فورست ارو، تعرفوا انه هذا كور اتاك لانه هلا بتشوفوا شو فائدته. طبعا شوفوا البريفيو تبعه، هذا هو بقى لما تعملوا هاد معناها كور اتاك، لازم هي شغله مهمه جدا تعرفوها، هلا بقول لكم ليش. بالنسبه لهي الحركه، هي الحركه بتعمل تورنيدو، بتضل بتضرب الاشخاص لمده كبيره بصراحه، وبتعمل دمج من اتاكها، وغير هيك عندها فرصة 30% انه تجمد اللي ضدك، وغير هيك كمان بتحط عليك ارمر. الارمر شغلة جدا مهمة، طبعا الفريز 3 ثواني، الارمر شغلة كتير حلوة فيه انه بيعطي 6% من اتاكها كارمر، زائد ريموف دي بافس. ريموف دي بافس هي شغلة جدا جدا مهمة، ليش؟ لانه انت بيكون عليك دي بافات رح تنشال، وواحدة من الديبافات اللي بتنشال هو اللي هو النار تبع الكلب او الثلاث روس اللي هو سيربرس، بهي شغله جدا مهمة تعرفها، وهي طبعا بتعمل دمج عادي بس 2150 من اتاك تبعها، وبتحس انه بتوقفوا هيك عن الحركه، بس ما بعرف ليش مو حاطينها هون. هلا بنجي للحركه، هي الحركه هي لما هي تكون عم تلعب انت بالصيادين وتنزل على الساحه بتعمل هاي الحركة، وبتعطيك طبعا اول شيء بتعطيك ايس بودي ارمر، لما يعني بتعطيك شيلد لما تنزل على الساحة. هي هلا تمنيت انه هي هون تعمل فريز بس ما بتعمل فريز للاسف، بس بتعطيك سوبر ارمر. هلا بالنسبة للسبورت سكيل، السبورت سكيل هي لما انت تكون عم تلعب بسنجن وتنزلها على الساحة، اول شيء بتعمل فريز لمدة ثانيتين، زائد انه بتحط شيلد بنسبة 6%، زائد اي ديباف على سنجن راح ينشال، بعد الشيء سفاح. وهلا بالنسبه للالتيميت تبعها، الالتيميت تبعها بتعمل دمج حلو بصراحه 3600 من الاتاك تبعها، زائد انه كمان بتعمل اخر ضربه منها بتعمل فريز، الفريز اللي هو 3 ثواني بتجمد اللي ضدك، وبتعمل شغله اللي هو بتحط فروست 5 فروست. هلا بنعرف شو الفروست، خلينا نروح على الباسف تبعها. لما تعمل انترنال فروست اللي هي هي، او تعمل وينتر ستورم اللي هي هي، او تعمل ايس نيد اللي هي هاي، شو راح يصير؟ اول شيء بتحط على اللي ضدك فروست افكت. الفروست افكت شو هو؟ اول شيء اكتيفز كور اتاك، ذا يوزر كور اتاك تشينج تو بيتر كولد سبير، اللي هو بتصير كولد سبير اسمه. وين ذا يوزر يوزز بيتر كولد سبير ات كونسوم فروست an instant up to 3 instant at once، و better cold spear damage increase by 60 bear frost instant that been consumed increase up to 180. يعني شو اللي وغير هيك كمان duration infinite 5 up to 5 times. شو هاد؟ هذا شو هو؟ انه انت لما تعمل هاي الحركة او هاي الحركة او هاي الحركة، اول شي بصير بتحط على اللي ضدك frost، وغير هيك كمان اي ضربة بتضربها بعد هاي الحركة او هاي الحركة او هاي الحركة بتصير كور اتاك، اللي هي بتعمل دمج زيادة حسب الفروست تبعك، يعني ممكن تعمل دمج 180% زيادة على حسب كم فروست على ضدك، عرفتوا كيف؟ بهذا شيء جدا جدا رائع. هلا فيك انت عندك تعمل كومبوين، اول شيء تعمل هدول الحركات مشان تاخذ 3 فروست، بعدين تضرب ضربة كور اتاك، او شو تعمل؟ تضرب واحدة بعدين كور اتاك، واحدة بعدين كور اتاك، واحدة بعدين كور اتاك. طبعا الالتيميت بتعطيك 5، هذا شيء جدا رائع، يعني الالتيميت بعد الالتيميت انت راح تعمل دمج مرعب بالبيسك اتاك تبعك او بالكور اتاك تبعك. هي بالنسبة لسبلاتها، سبلاتها جدا رائعة، هلا بشرح لكم اكثر عليها بس نلعب. طبعا بالنسبة للجير، احسن جير عليها
هو الجير اللي على اليسار. ليش؟ لانه انت بدك اول شيء يزيد البيسك اتاك تبعك 18%، زائد انه الكور اتاك كمان تبعك لما انت حتضل تعمل كور اتاك راح يزيد بنسبه 18%. هلا ممكن كمان تحط له جير كريت شانس وكريت دامج اذا عندك من النسخ. ليش؟ صحيح نسينا نحكي عن النسخ، هلا بنرجع نحكي عن النسخ. النسخ اذا كانت اذا كان عندك اياها نسخه، الشيل تبعك راح يزود لك الدمج او الكريت ريت والكريت دمج 20%. يعني اذا بدك تسويها نجمه بدك تحط لها جير اللي هو اللي بيزود لك الكريت شانس والكريت دمج مشان تعمل دمج زياده. اذا بدك اياها نجمه واحده فقط او من غير اي نجمه، هذا افضل جير. وطبعا هدنك يعني الجير هاد والجير هداك اللي بيزود لك الكريت شانس والكريت دمج بيكونوا نفس الشيء. هلا بنرجع للنجوم. النجمة الثانية والانترنال فروست وينتر ستورم وايس نيدل اللي هو هدول ثلاث حركات تستخدمهم، راح تحط اديشنال فروست واحدة. يعني انت كنت بالعادة بتحط واحدة على كل واحدة، لا بتصير هنا بتحط تنتين على كل واحدة. ولما تصير ثلاث نجوم بتزود الدمج على الفروزن تارجت 30. يعني اذا عملت فريز اللي ضدك وضربته راح تصير الدمج تبعك زيادة 30%. وطبعا لما تصير اربع نجوم بزيد الووتر دمج 16%، ولما تصير خمس نجوم انكريس بيتر كولد سبير دامج ديلت باي 50%. يعني الدمج تبعك بالكور اتاك راح يزيد بنسبه 50% اذا مفعل الكولد سبير، زائد انه الفريز تبعك بيزيد بصير 3%. اتابلاي. اوه لا كمان في شغله انا هلا فهمتها، انه الكولد سبير راح يصير يعمل فريز لمده 3 ثواني. يعني انت ساعتها بتعمل هي بعدين تضرب كور اتاك راح تجمده، بتعمل هي بعدين تضرب هي بتعمل بتجمده، بتعمل هي بتعمل هي بتجمده. اوه ليفل 5 بصراحه سفاحه ليفل 5. يعني 5 نجوم راح تصير خارقه اذا اللي فهمته انا صح. اذا اللي ما اذا انا فهمان غلط معناها الفريز بدل ما تكون مدة ثانيتين اللي هي هاي لحتى 3 ثواني، معناها اعتقد راح تكون هاي العمها هي 5 نجوم بتصير سفاحة. ايوه 5 نجوم هاي بتصير كتير قوية. بنشوف هلا ممكن والله بصراحة اسويها 5 نجوم ممكن اذا انا بس حظنا اليوم كان جدا سيء بقى ما راح نقدر نسويها اليوم. هاي بالنسبة للشخصية. طبعا الجير تبعها مثل ما قلت لكم افضل جير على اليسار تحط له الجير اللي هو بزود الكور اتاك تبعها، لان الكور اتاك تبعها خاصه كل ما زاد ليفلها كل ما صارت اقوى. وفيك تحط له جير التفنس بس ما اعتقد راح يكون هذا احسن لانه هذا كونسيستنت اكثر. وبالنسبه لليمين انا حاط له جير اذا نزل اتش بي تحت 70% بزيد الدمج تبعها 30%. بس فيك كمان تحط له الجير اللي هو بزود اذا كل ما كرتت بتعمل دمج بزيد الاتاك 1.6، بس بصراحة هذا أعتقد راح يكون أحسن لأنه أنت بدك من بداية دمجك يكون زايد، مو تقعد تزود كل شوي لحتى تصير 30%. طبعا أنا البيسك تبعي كتير سيء تبعها مثل ما أنت شايف 26-103 لأنه الجير تبعي جدا سيء. هلا بالنسبة لسلاحها طبعا لما يكون ليفل 1 كتير قوي، ولما يصير ليفل 2 وليفل 3 بصير كل ما له أقوى. increase user core attack damage اول شيء بيكون 10%، لما يصير نجمتين بصير 22%. وغير هيك كمان الووتر دامج بيزيد بنسبه 11% لمده 20 ثانيه. يعني هذا شيء رائع، السلاح تبعه جدا جدا قوي. بقى نصيحه مني اذا بتقدروا كل مالكم تزودوه بيكون احسن، عرفتوا كيف؟ هذا شيء كتير رائع. طبعا ما عنده سكيلات، بس كمان انا هلا بالنسبه اللي ممكن اسويه ليفل 3، بس عارف اذا فيني اسوي اكثر ولا لا. اذا قدرت اسوي اكثر بسوي، اذا ما قدرت عادي. فهي بالنسبه للسلاح. هلا خلينا نلعب فيها هيك مرحله على السريع. انا اوريدي بالبث تبعي شرحت عنها بشكل كامل ولعبنا فيها كل المراحل، بس اليوم بدي افرجيكم اياها بمرحله معينه بس لانه هيك يعني عندي، ما حفرجيكم اياها بالدب لانه الدب اوريدي الدمج عليه كثير حاسه غلط. بحفرجيكم اياها باس جيت وشلون عم تعمل دمج ولا لا. طبعا بالنسبة لإلي أفضل مكان لإلها هو مو الأول، يا الثاني يا الثالث. ليش؟ لأنه أنت أول حركة بتعملها اللي هي الكيو تي إي تبعها بقى بتاخد دمج زيادة. بقى نصيحة مني خلوها الثانية أو الثالثة، لا تخلوها الأولى. هلا خلينا نشوف. نحط
نحط الهيلر، نحط الهيلر. لا نحط هاي معاها ونحط هون هاي. طبعا الهيلر كمان راح يكون معها كتير ممتاز لانه بيعطيها دمج زيادة، بس انا بدي العب بهذا التيم وشوف راح شو راح نعمل. فخلينا نشوف شو راح نقدر نعمل. هلا شوفوا بقى شو راح نقدر نعملها. شايفين اول حركه شلون عملت؟ عملت اللي هو الكوره التاب. شوف 100 ألف عم تعمل الكوره التاب تبعها. هلا بقى بنعمل التورنيدو. شوف قديش عم تعمل 100 ألف ضربة عادية، عم تعمل 100 ألف، 150 ألف. هلا بنعمل هاد، بنعمل هاد، هلا بنعمل تورنيدو، هلا بنبدلها. بنبدلها مرة ثانية. شايفين هلا علي انا بويزن. شايفين؟ هلا بنعمل التي. شوف الدمج اللي راح نعمله هلا. شايفين مليون عملنا. هلا بنيجي لهون، أول ضربة راح تعمل 300 ألف عملة. هلا بنعمل هاي. وهذا كثير مزعج بصراحة. نحن بنلعب ضده. وأخيراً قدرنا نكسر درعه. نعمل التي عليه. هلا بندخلها مرة ثانية. نعمل هاي. نعمل هاي. هلا بنعمل التي. شوف الدمج اللي عم نعمله عليه. اعتقد قتلناه بقى. هي هي 1600. طبعا ما راح تعمل نفس هي، لانه في كثير ناس سالتني هل هي افضل من شاهين. هلا شاهين شخصيه فقط بتعمل دمج، ما يعني فيك تقول هلا هي بتعمل شغلات ثانيه مثل بتفوق في الهيل، بس هي بتساعد حالها فقط، يعني انه بتعمل دمج هائل. اما هديك بتجمد، بتشيل الديباف، بتحط عليك درع، زائد كل هاد كمان بتعمل دمج رائع غير انه بتجمد. فهي من الشخصيات اللي جدا جدا رائعه، يعني اللي احنا عملنا دمج كثير حلو فيها ترى. بقى هي الشخصيه وهي هي. طبعا ان شاء الله بالفيديو القادم راح نطورها اكثر ونشوف قديش راح تكون مفيده ولا لا. بقى بس هون بكون وصلنا للفيديو. لما جيتكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه، لايك الفيديو، شوفوا على خاطر كل جيم، نشوفكم على خير فيديوهات ثانيه. مع السلامه.